سيدي الرئيس، ربما للسلطة مفعول يجعل القبيحة جميلة. بالنسبة لنا وإلى الأبد ما زالت التبعية تبعية، والسيادة سيادة، وما زال الاستعمار استعمارا، والعبودية عبودية. ما زالت الدوائر المالية العالمية تسعى للهيمنة على الشعوب، وللأسف فقد وجد في هذا المجلس من استمد في الدفاع عن هذه الدوائر والدعاية لها. ونحن بالمثل نستمد في الدفاع عن كون البنوك البنوك. وتجدر الإفادة بأن هذا الصنف من التمويل الأوروبي يشترط ضرورة أن يقترن بوجود برنامج إصلاح اقتصادي متفق عليه مع صندوق النقد الدولي، كما أن صرف الموارد المرسمة بعنوان آلية الدعم المالي الكلي مشروطة بتحقيق تقدم ملحوظ وبين في مستوى هذا البرنامج الإصلاحي. كلام عام لخص وخلط عن قصد بين أمرين، وهذا اللي حبيت نقوله أنا، بين القرض تاع 300 مليون أورو والاتفاق الحاصل، اتفاق بين ظفرين، في حين أنه هما في مشروع القانون يظهر اللي عندهم علاقة ببعضهم وهما ما عندهمش علاقة ببعضهم، لأن 300 مليون أورو هذم ماشيين كما يقول حتى المذكرة اللي خذيناها من عند الحكومة، هذه شرح الأسباب، ماشيين لدعم ميزان الدفعات، يعني دوفيز باش تتحط على ذمة البنك المركزي باش يدعم رصيد الدوفيز، بينما الاتفاق هو في الواقع برنامج كامل اقتصادي واجتماعي. البرنامج هذا الطموح هو برنامج هام، يعني انت وقت اللي تجي وتقول لي انا راهو هل البرنامج هذا فيه ضرب للائتمان الاجتماعي، انا اقول لك بالعكس، هو الائتمان الاجتماعي شنو اللي فيه؟ هو فيه استصلاح صندوق الدعم. إلى حد الآن صندوق الدعم يستنزف من ميزانية بلادنا 4500 مليار، حتى أكثر، وصلنا أكثر من 5000 مليار. هذا يراه الاستنزاف، هذا هو على قدر ما احنا نعمل استثمار وتمويل الاستثمار للميزانية، على قدر ما فما صندوق دعم. معناها رفع أو تخفيف من الضغط على الأجراء وعلى الطبقات الشعبية إلى آخره، حتى تخلي لها قدرة شرائية تسمح لها باش تساهم في تحريك السوق المحلية. القطاع المالي، إعداد قانون بنكي جديد يهدف إلى تعزيز حوكمة البنوك وإحالته على مجلس نواب الشعب. يضبط هذا القانون بخصوص القواعد والمبادئ العامة لنظام ضمان البدائع البنكية. الوثيقة اللي قلت لك موجودة في الموقع بتاع البرلمان الأوروبي هي في حد ذاتها كافية، وقت اللي هي تبوب الإجراءات مثلا في القطاع المالي والبنكي، تقول التعجيل بإعادة هيكلة البنوك العمومية. يعني نعرفوا اللي الخلفية هي خلفية ليبرالية، ونعرفوا اللي وفي مثلا أنا ما نذكرش توشنية الوثيقة، أما كانوا زوز احتمالات أمام البنوك العمومية، إما تكوين معناها مجمع أم بول فينانسي بينهم الثلاثة دمجهم في بنك واحد، ولا التفويت فيه. ونعطيك إشارة أخرى، إحنا في قانون المالية نتاع 2015 صدقنا على صندوق، إحداث صندوق، الصندوق هذايا خاص ب معناها مبرمج لكي يستقبل عائدات بيع البنوك العمومية أسهم، يعني حضروا حتى الإطار، يعني حضروا بالضبط عارفين اللي معناه فما فلوس مش تجي، وحضروا الصندوق موجود في قانون المالية نتاع 2015. منظومة جدائية أكثر إنصافا ونجاعة، وإلى الحد من التهرب الظليم باتجاه الرفع من تحصيل الضرائب. واحنا المجلة الجبائية تحدثنا عليها ووقعت مناقشتها على مستوى واسع، والنخبة شافتها وتحدثنا فيها، ومشينا في ندوات، والندوات تعملت معناها وأعطينا وأبدينا أراءنا. عن الإفادة
اليوم ولات اكثر من مسوده. هذا ما كناش نجم نطالب به في 2013 لان ما كانتش جاهزه. اليوم تقريبا شبه جاهزه. سلاح جبائي من وجهه نظر معينه قائمه على فكره اساسيه ان اليوم يعني التخفيض الى اقصى حد ممكن في الجبايه على ماذا؟ على مرابيح الشركات، هو حافز للاستثمار وحافز لل، ولذا العداله الجبائيه اللي ينادي بها مشروع الاصلاح هي ما بين الأوفشار الغير مقيم، نظام غير مقيم ونظام المقيم، علما بأن النظام غير المقيم الأوفشار عنده امتيازات جبائية كبيرة، ومن بعد كي تفعل الامتيازات هذه يدفع 10% فقط من الأداء على ضريبة على الأرباح. قالوا مش معقول في نفس الوقت نلقاو النظام المقيم يدفع 30 وحتى 35 و25% إلى آخر. دونك الهدف هو تخفيض نسبة الضريبة على المداخيل على أرباح الشركات سعيا إلى أنها توصل لمستوى 10%. عندكمش ضمانات أن غدوة البنك المركزي ما يتباعش، والحكومة شنو قيمة الحكومة إذا كانت تنفصل، إذا كان يتفك الارتباط بتاعها بالبنك المركزي، علما أن تونس عندها عملتها قيمتها محلية فقط، تتعامل مع الخارج بالعملة الأجنبية. وبوابة الدخول بالعملة الأجنبية هي البنك المركزي. وقت اللي يقع فصل البنك المركزي عن الحكومة، شلون باش يبقى الحكومة من سيادة؟ ذكرتم أنه في بداية الاستقلال بورقيبة خاض معركة ضد فرنسا، فرنسا وقفت بقوة ضد الدينار التونسي ضد البنك المركزي. وكان وقتها في إطار بناء السيادة، استكمال السيادة والسيادة الاقتصادية. أما في موضوع البنك المركزي اللي أنت جبت لي عليه وبالطبع استقلاليته، الاستقلالية هذه احنا من اللي عملنا الدستور الصغير عملنا زوز بنود تابعين للبنك المركزي باش نكرسوا استقلاليته، يعني هو ضامن للسياسة النقدية متاع بلادنا. ما يلزمهاش البنك المركزي في كل انحاء الدنيا البنوك المركزية هي مستقلة على السلطة التنفيذية. لكن هذه سمحني بعقيدة نيوليبرالية مسألة الاستقلالية. هل خلينا من الكلام الايديولوجي، احنا نشوفوا كيف ما فماش هالاستقلالية هذيك شنو اللي صار لبلادنا. ولات هي معناها طوع بنان ناس، والناس ولات تستعملها كأداة للفساد، وانتم شفتوا بأم عينيكم الفساد اللي عملته البنك المركزي قبل، لأن علاش كانت أداة ما بين يدين السلطة التنفيذية. به احتجاج ذو أسباب، كان عنا احتجاج من الأول برك على أنه هالاتفاقية هذه هالقرض هذية وعلى مذكرة التفاهم هذا اللي هما زوز حاجات اليوم صادقنا عليهم ما عملناش. احنا اليوم ما خديناهمش من لجنة المالية، ما جاوش يوزعوهم لنا لا في ولا في اللجنة المالية ولا في المجلس. يعني احنا قاعدين نصادقوا على قطس في شكارة، وهذا عيب، هذا فيه إهانة نوصل المواطنين وللشعب أيضا. ما وزعوناش، علاش علينا علاش حزين يدينا؟ نحن نحبوا احتجاج، مش نقولوا يا سيدي الرئيس باكش نبدل رايي، باكش نعاود نشوف الاتفاقيه بالتفاصيل نتاعها، انا نبدل رايي، نشوف مذكره التفاهم نبدل رايي. دونك انت على شوف شو تخبي؟ تحبني نصادق هكاك في قدس الشكارة؟ ويبدو انه السيد الرئيس كان يعرف مسبقا شو نقولوا. هاك شفتوا كيفاش المره الثانيه عمل خطا اخر، انه اهان النواب، لا فقط اهان للشعب التونسي، وقت النواب الشعب يصادقوا على يعني مذكره تفاهم وقرض من غير ما تكون عندهم معناتها الكونتينيو نتاعو، هذا خطير ويصادقوا. ونعم احنا برلمان تاع بن علي، لا هذا هالكلام هذا راهو معناها ليس له اساس من الصح. انا في اللجنه الماليه والاتفاقيه النجم حتى نوريها لك ونحطها حتى قدام الكاميرا، الاتفاقيه موجوده صحيح بالانجليزيه، احنا طالبنا باش تجينا سواء كان طالبنا تجينا بالعربيه لانه من دور الدوله، فهذه قضيه سياسيه. اللي ما يطلعش هذاك ذنبه على جنبه، على خاطرش هو اذا كان عضو في اللجنه الماليه ولا حتى عضو في المجلس وهو ما قامش بمجهود باش يطلع، هذاك مشكلته هو باش يترجم، ولكن هي موجوده هذا ينجم يطلع عليها كل النواب. الاحتجاج على أمر بسيط وخطير في نفس الوقت هو أنه النواب يعني صوتوا على حاجة ما يعرفوهاش، على هذه مذكرة الاتفاق اللي مش متوفرة، مذكرة التفاهم ما هيش متوفرة. وأنا عضو في لجنة المالية يعني ناقشنا الأمر وما كانش معناها ما مدوناش مذكرة هذه التفاهم.
كنت أقلية نجيت ضد في اللجنة المالية. اليوم اتثارت المسألة، العديد من النواب قالوا مش معقول، مش معقول مجلس نواب الشعب يصادق على شيء معناها ما يعرفوش، ما يعرفوش، مش موجود، هاوش موجود. أعطتنا الحكومة ما يسمى شرح الأسباب، ثلاثة صفحات ولا ثلاثة صفحات ونصف، قال لي يعني تستعمل فيه كلام عام وإشارة من نوع الإصلاح الجبائي، من نوع ترشيد إصلاح الدعم، منظومة الدعم وترشيد الدعم، يعني كلام عام لخص وخلط عن قصد بين أمرين، وهذا اللي حبيت نقوله أنا، بين القرض تاع 300 مليون أورو والاتفاق الحاصل، اتفاق بين ظفرين. من دامه في التوازن تابع للتوازنات المالية العامة لبلادنا، هذا ما يمثلش خطر. وقتاش يولي يمثل خطر؟ وقت اللي نوليه نعمله هذايا بعيد على التوازنات المالية متاعنا. الذي يوليه خاصة المشكلة هي مسألة غيره فيها ولا ليست هدف لأي سياسة مالية رشيدة، ولكن الإشكال ليس في الموقف من المديونية وإنما في توصيل المديونية، لأن في المطلق لا يمكن الحكم على المديونية حكما حسابيا 50% ولا كم، وإنما هو مدى قدرة الدولة التي تلجأ إلى المديونية لتحملها في المستقبل. ولذلك دائما المؤشر هو الترفيع المديونية أو الاتجاه المديونية يجب أن يضمنه سياسة إرادية تضمن النمو حتى يكون الاقتصاد قادر على امتصاص المديونية. بالنسبة إذن لشنو البديل على الاقتراب به؟ أولا هي فكرة معناها بسيطة لكن مش قاعدة توصل للناس. الناس وذا الخطاب الرسمي يعمل على نشره مثلا فيما يخص المديونية، يتحدث ديما على الفلوس الجاية، الفلوس اللي داخل البلاد، 300 مليون أورو، 2000 مليون دينار القرض الرقاعي الأخر إلى آخره، يتحدث على مداخيل وعمره ما يتحدث على سداد ديون. ألوركو سنويا وباستمرار معناها العام على شي دور، فما فلوس تدخل وفما فلوس تخرج. بالتالي الحكومة تتعمد نشر الاعتقاد أن الديون في اتجاه واحد، الفلوس تجي وكهو. احنا نقول راو الفلوس اللي تجي فما برشا فلوس تخرج، والفارق بيناتهم محدود جدا. معناه ناخذ 2015 مش نقترضوا 7 مليار دينار ونرجعوا 5 مليار دينار. 5 مليار اصل القرض والخدمه الدين، 5 فوالا يعطيك الصح، هي خدمه الدين الاصل والفائده. باه معناها ما يسمى الحاصل نتاع التحويلات هذه بعنوان الديون 2 مليار دينار. باه كيفاش باش نعوضوهم اليوم إذا كان هما مش نقولوا مثلا نعلقوا تسديد الديون؟ كيفاش باش نعوضوه؟ هو الأمور معناها إجراءات ما نش احنا اخترعناها، موجودة في كل مكان. مثلا أنه في تونس بصفة استثنائية مش بصفة دائمة نقولوا للثروات الكبيرة أنها تعمل مساهمة استثنائية. مثلا في فرنسا عاملين لامبو سوغ لا فورتون، احنا في تونس فقط الدخل هو اللي يدفع ضرائب، اما الثروه ما تدخل ضريبه على الثروه. ما في تونس ضريبه على الثروه، احنا قلنا مش باش نحطوا ضريبه على الثروه، اما نعملوها استثنائيه. 100 عائله، 200 عائله، 1000 عائله يدفعوا ضريبه استثنائيه، مساهمه منهم في اعاده الهدوء والاستقرار للبلاد. ضريبه هذه الاستثنائيه تنجم تعبئ فلوس مباشره. ثم حاجة أخرى في الضرائب نحكي والجباية، كل واحد ينجم يلاحظ اللي فما برشا فلوس دور في تونس، برشا فلوس دور في تونس، أما جزء كبير من الفلوس هذية معناها ما يدفعش الضرائب. علاش فما صمت وسكوت وتحس حتى فما يعني
التواطؤ.